مدينة الدبيلة شرق عاصمة وادي سوف، تقع هذه الحديقة المائية وسط مشهد طبيعي أخاذ في قلب واحة نخيل أكفادو. ويعتبر هذا الفضاء الترفيهي الذي تقصده العائلات تقليد جديد في المنطقة. إضافة ما شاء الله الحق للجهة تاع أكفادو الدبيلة زقم حسني عبد الكريم، ما شاء الله إن شاء الله نتمنوا إضافة جديدة وقت أخرين. والحاجة هذه ما شاء الله لقيناها لهنا خير ما نديبلاسيو عليها. راني نلعب في الحديقة اليوم وحديقة شابة والله يبارك. الحديقة هذه تحتوي على قاعة ألعاب إلكترونية لتثقيف وتوسيع العقل الطفل. فجأت بألعاب جديدة كألعاب إلكترونية. القائمون على هذه الحديقة يعبرون عن فرحتهم بمثل هذا التجديد في عالم الترفيه والتسلية، سيما عندما يتعلق الأمر بنقل مثل هذه المشاريع من مركز المدينة إلى أطرافها. الحديقة تمتد بموقع ربما متميز عن باقي الحدائق، فيتقع في أطراف المدينة وليس في قرب المدينة، لأن الجو حار، ومدام الجو حار فالتوجه إلى المناطق الباردة يكون أفضل طبعا. المجتمع غير معتاد عن هذا النوع من الحدائق، بالتالي فنحن نريد أن نرسي ثقافة الحدائق. تنوع وتعدد مثل هذه الفضاءات التي تضاف إلى فضاءات الترفيه عبر تراب وادي سوف يشكل متنفسا حقيقيا للسكان الذين قد تنهكهم حرارة الأجواء الصيفية وطبيعة المناخ الصحراوي.